تضم القارة الأوروبية دولاً قومية، لكنها تحوي أيضاً أمماً لا تتبع الدولة تطمح فيها القوى السياسية إلى الاستقلال. اسكتلندا رفضت الاستقلال عن بريطانيا في سبتمبر 2014 بنسبة 55%، إلا أن استفتاءً جديداً سينظم بعد مفاوضات البريكزيت. في أكتوبر 2017 غرقت إسبانيا في أزمة سياسية، فمنطقة كاتالونيا الأغنى في البلاد أعلنت استقلالها واقترحت فيما بعد تعليق التطبيق الفوري للاستقلال لإفساح المجال أمام الحوار مع مدريد، التي وصفت الاستفتاء حول تقرير المصير الذي نظمته كاتالونيا بغير الشرعي. في الشهر عينه نظم استفتاء تشاوري في إيطاليا بدعم من حزب اليمين المتطرف رابطة الشمال، وقد صوت الناخبون في منطقتي لومبارديا وفينيتو بالغالبية الساحقة لصالح الحكم الذاتي. وسيتم التفاوض مع روما على طبيعة هذا الحكم وحجمه ليصادق عليه البرلمان فيما بعد. كورسيكا من جهتها هي الجزيرة الفرنسية الوحيدة التي تتمتع بنوع من الاستقلال، إلا أن ذلك ليس بكاف بالنسبة إلى القوميين الذين حققوا فوزاً تاريخياً في انتخابات المناطق وهم يتطلعون إلى الاستقلال التام. أما في جنوب المحيط الهادئ فمن المتوقع أن تجري كاليدونيا الجديدة استفتاءً حول الاستقلال عن فرنسا بحلول نوفمبر 2018. في بلجيكا يشعر القوميون الفلامنديون بأن إقليمهم الغني يعين منطقة والونيا الناطقة باللغة الفرنسية، وهم يريدون تغيير وضع بلجيكا من دولة فيدرالية إلى اتحاد. اكتشاف النفط والغاز الطبيعي من جهة أخرى أجج روح القومية في أرخبيل فارو الذي يضم 18 جزيرة، وجزر فارو منطقة مستقلة تابعة للدنمارك. ومن المتوقع أن يجري الأرخبيل استفتاءً حول دستور جديد في أبريل 2018. ولكن لغاية اليوم لم تعلن أي منطقة من مناطق الاتحاد الأوروبي استقلالها.